بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا تعاملنا مع الباتنز طبعا، بس انا هعمل حاجة اسمها الديناميك باتن. هنتناول فيها كذا حاجة. خلاص، اول حاجة ان انا عايز الباتن يجنريت باتنز، بس الغرض مش ان انا يعني اخليه يجنريت باتن. انا الغرض عايز نتعلم ازاي ممكن نطلع كنترولز على الشاشة بالكود، تمام؟ فيبقى دايناميك، وقت ما احب اقدر اطلع حاجة او اخفي، مش اخفيها وزيرة، لا يعني اضيفها او اشيلها. فعرفت الباتن سميته دايناميك باتن، ماشي؟ ده اسم الايه؟ اسم الباتن او دايناميك باتنز، ماشي؟ ده وكتبت عليه الايه؟ جنريت دايناميك باتن. ممكن اعمل الكود بتاعه اسميه دوت وما له ست اون كليك ليزنر، او ممكن ادور على فانكشن اسمها او على اتريبيوت اسمها اون كليك. اون كليك دي انا هكتب اسمها اسم فانكشن هتشتغل اول ما ادوس على الزر. يعني لو قلت دايناميك باتن، دايناميك باتن، يبقى معناها ان لازم يكون في او برنامج باتن فن عشان نفرق. يبقى لازم يكون في فانكشن في الملف بتاع الكي تي ده، فانكشن اسمها دايناميك باتن فن، هتفاير اوتوماتيك. اهي عملت فن دايناميك باتن فن، فانكشن عاديه جدا. فانكشن دي اوتوماتيك كده هتفاير اول ما الباتن يدوس عليها، وهتبعت اوتوماتيك فاريبل بارامتر اسمه فيو. هو عباره عن فيو طبعا من اندرويد دوت فيو. هو عباره عن عن الكنترول المتسبب في تشغيل الفانكشن دي. الكنترول المتسبب في تشغيل الفانكشن دي اللي هو دلوقتي في حالتنا باتن. طب ليه بتبعته؟ عشان ممكن تخلي اكتر من كنترول على الشاشه يسمع في نفس الفانكشن. فقلت دايناميك باتن فانكشن وبعت لها الحاجه بتاعتي، وكل اللي انا عايز اعمله ان انا اخليها بس تطلع لي توست، بس مسج كده بسيطه. This طبعا الاول كوما والفيو، بس هخليها تبعت لي الفيو اي دي، وهخلي اللينس بتاعت الوقت عرضه لينس لونج وشو، تمام؟ بحيث بس يقول لي هو ايه اللي بيتعرض دلوقتي. خلاص انا خليته يعرض لي مين؟ الفيو اي دي. لما هاجي كده ومدايس على البطن طلع لي ايه؟ فولس. فولس. طيب بلاش الباتن اي دي، لان احنا مش محددينه اصلا. نرجع كده على الاي دي، باتن اي دي، ماشي. هنحط باتن تاني، احط باتن تاني. الباتن التاني دوت هعمل برضو الفانكشن اسمها اون كليك، اخليها تفاير نفس الفانكشن دي، نفس الفانكشن اللي كان اسمها دايناميك باتن ايه فن، واعمل ران. هرجع للمشكله مش ناسيها، بس عايز اثبت بس ان انا ممكن اخلي اكتر من كنترول بيفاير نفس الفانكشن. دوس على الاولاني قال لي فولس، دوس على الثاني قال لي فولس. فانا عندي مشكله بس في الايه؟ في الاي دي بتاع الباتن لما قلت فيو دوت اي دي. طيب بلاش فيو دوت اي دي، لان او مش هعرضها، لكن ممكن اشتغل عليها. يعني اقول له ايه؟ وين ان الفيو اي دي، واعمل بقى مثلا ايه؟ لان الفيو اي دي بيريتيرن ليا اي دي اللي انا مسجله، فاهمني ازاي؟ وبيبقى ممثل بحاجه اسمها بنمبر اصلا، بس مع ان مش عايز اعقد الامور، لكن على المهم احلها بشكل بسيط في الوقت الحالي. ان انا كل هقوله ايه؟ هقول له فيو دوت اي دي، هقول له ار دوت اي دي دوت دايناميك باتنز. لو كان دايناميك باتن قول لي بس ان دوت الدايناميك باتن. ما انا في الاول وفي الاخر ببقى عايز اعرف الاي دي ليه؟ عشان اعرف هو داس على ايه؟ لان طالما ان في اكتر من كنترول مشترك في نفس الايه؟ في نفس الفانكشن. فقلت له وين ان الفيو دوت اي دي، لو هي ار دوت اي دي دوت دايناميك باتنز، خلاص طلع توست قول لي دايناميك وسكتنا. غير كده إلس طلع لي قول لي ده انذر باتن، ده زرار غير الزرار اللي هو دايناميك باتن ده. يبقى انا كده عندي اثنين، لو لقى ان الاي دي دايناميك باتنز هيطلع كلمه دايناميك باتن، إلس هيطلع لي ده انذر باتن. نعمل ري ران، دوس على الاولاني قال لي ده الدايناميك باتن، يبقى كده حس بيه. دوس على الثاني قال لي ده انذر باتن، ده باتن ثاني. خدنا بالنا؟ يبقى كده قدر يفرق ما بين الاثنين، بس ما قدرش يطبع قيمه الاي دي مباشره، لكن قدرنا نشتغل عليها بجمله زي وين او اف او الى اخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.